مساء الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم. لقاءنا يتجدد اسبوعيا على شاشه النيل للاخبار وبرنامج افريقيا، نظره على الشان الافريقي وكل ما يتعلق بملفات القاره السمراء الساخنه واهم القضايا التي تشغل شعوبها. نلقاكم بعد الفاصل وجوله اخباريه افريقيه. أهلا بكم من جديد، وأولى أخبار إفريقيا نبدأها مع إعلان بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال والتي تسمى أميسوم مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين، وذلك جراء قصف مدفعي من حركة الشباب المتطرفة في العاصمة مقديشيو. يأتي القصف المدفعي في وقت تشهد فيه العاصمة مقديشيو استنفارا أمنيا تحسبا لهجمات إرهابية مختلفة حذرت منها منظمات دولية وجهات غربية. تزامنا مع ذلك سيطرت قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية على مدينة في إقليم هيران بعد انسحاب مسلحي حركة الشباب المتطرفة من المنطقة. يذكر أن المدينة التي تم استعادتها كانت تخضع لسيطرة حركة الشباب منذ عام 2016، وكانت مركز العمليات الرئيسي للمسلحين الذين يقاتلون ضد الحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقي. وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا السيد ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة. سيد ماهر مساء الخير. مساء الخير يا فندم. في رأيك يعني هل هذه الهجمات التي تعرضت لها مقديشيو هل هي بمثابة رد من حركة الشباب على سحب مدينة كانت تحت سيطرتهم في إقليم هيران، هل هذا نوع من أنواع ردة الفعل؟ بلا شك، لكن هو في الحقيقة الوضع في الصومال وضع مزري، مكان للتوتر حقيقة. لا تستطيع الحكومة المركزية فرض سيطرتها على أقاليم الصومال. الصومال مقسمة فعليا لعدد من المناطق، الجزء الأخطر في الوسط يخضع لحركة الشباب، وحركة الشباب حركة يعني رغم المشاكل الداخلية بينها والانشطار والانقسام، فجزء منها بايع داعش وجزء بايع القاعدة، إلى أنها لا تزال تمثل خطورة كبيرة جدا في منطقة، في هذه المنطقة منطقة الساحل. في الحقيقة هناك تمويلات كثيرة تأتي لهذه التنظيمات. تركيا الآن لها قاعدة موجودة في الصومال، الأسلحة متوفرة لدى هذه الجماعات في النهاية، فهذا ما عقد الأزمة وهذا ما يدفع دائما لاستمرار حركة شباب الإسلام، و في أحيان كثيرة تقوم بهجوم على العاصمة ومنها هذا الهجوم. نعم، لكن يعني إذا كانت القوات الصومالية تعاني من النقص في الأسلحة أو في الدعم اللازم لمواجهة هذا التمويل لحركة الشباب، قوات الاتحاد الأفريقي يعني من المفترض أن تقدم لها الدعم اللازم لمواجهة هذه الحركة المتطرفة. في رأيك يعني قوات الاتحاد الأفريقي ليست قادرة على تقديم الدعم اللازم للقوات الصومالية؟ المشكلة ليست في الاتحاد الأفريقي بقدر ما هو التدخلات الخارجية، يعني هناك خطط مستقبلية لنقل هذه التنظيمات إلى وسط وأفريقيا ومدن ساحل الصحراء في أفريقيا ووسط آسيا، يعني وأنت ترجع وتعود أفغانستان محطة جديدة لهذه التنظيمات المتطرفة. نحن بصدد تطورات جديدة مع هذه التيارات المتشددة والمتطرفة، فالصومال للأسف تخضع في هذا الهلال أو في هذه المنطقة المرجح لها أن تزداد فيها التوترات ويزداد فيها دعم هذه الجماعات. وجود تركيا لم يأتي هباء من صورة، وجود تركيا في هذه في دولة الصومال ووجود هذه القاعدة التركية العسكرية، يعني هذا بخطط كبيرة جدا لدعم هذه التنظيمات. نعم، أشكرك جزيلا السيد ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة. نتحول إلى السودان التي أجرى فيها الرئيس السوداني تعديلات واسعة بين قيادات الجيش السوداني، تم بموجبها تغيير وترقية عدد من الضباط. شملت التغييرات تعيين الفريق دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيسا للأركان المشتركة، وترقية الفريق ركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع إلى رتبة الفريق أول، وترقية الفريق ملاح توجيه ركن عصام الدين مبارك حبيب الله إلى رتبة الفريق أول، وكذلك تعيينه نائبا لرئيس الأركان المشتركة.
أما في جنوب السودان ما زالت الأزمة الإنسانية متردية جراء الحرب الأهلية، وآخر التقارير أعلنت أن أكثر من 6 ملايين شخص في جنوب السودان يواجهون خطر المجاعة. التقرير المشترك أصدرته كل من الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان. في تفاصيل هذا التقرير أن حوالي 150 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة خلال العام الجاري، مما يعد تحولا غير مسبوقا في مستويات تهديدات المجاعة. من جهته طالب رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للهيئة الدولية سرعة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع في جنوب السودان، ويسمح لسكانه باستعادة حياتهم بعد 5 سنوات من القتال الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 2 مليون شخص. معي عبر الهاتف سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. مساء الخير سيادة السفير. مساء النور يا فندم ومساء النور للسادة المشاهدين. التحرك اللازم يعني بعد هذا التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بمواجهة أكثر من 6 ملايين شخص في جنوب السودان خطر المجاعة. واضح ان الحرب الاهليه في جنوب السودان ما زالت مستمره رغم جهود التسويه التي تقوم بها كل من منظمه الايجاد والاتحاد الافريقي ودور ايضا متنامي ومتعاظم للامم المتحده، فضلا عن جهود قامت بها مصر ايضا واوغندا في سبيل التوصل الى توافق وتسويه سياسيه بين المعارضه وخاصه بعض القاده السابقين مع الحكومة السودانية. لكن يظل المعارضة الرئيسية والمتمثلة في رياك مشار وهو زعيم قبيلة النوير ما زالت بعيدة عن عملية التسوية وبعيدة أيضا عن عملية الحوار الوطني الذي يدور في جنوب السودان. وهذا الأمر أدى إلى أن بعض الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة تسعى إلى فرض نوع من العقوبات على الحكومة السودانية نظرا لعمليات الانتهاكات وقف اطلاق النار التي تكررت مرارا دون احترام لاي منها من الجانبين. واقع الامر ان زياده عدد النازحين واللاجئين فضلا عن حالات التي تحدث عنها التقرير فيما يتعلق بالاف الالاف الذين يتعرضون للمجاعه تمثل ماساه انسانيه كبيره جدا في القاره الافريقيه وتمثل عبء كبير ليس فقط على جنوب السودان وإنما أيضا على دول الجوار وعلى المجتمع الدولي. من هنا هناك ضغوط كثيرة من جانب القوى الإقليمية والدولية ومن جانب المنظمات الإقليمية والدولية ومن جانب دول الجوار لمحاولة إقناع الأطراف المتصارعة أن تجلس على مائدة التفاوض وأن يحل السلام والأمن والاستقرار في ربوع جنوب السودان. لكن للأسف الشديد يظل هذا الأمل بعيدا حتى الآن بعد فرض عقوبات على بعض القادة في حكومة جنوب السودان وتهديد أيضا بفرض مزيد من العقوبات، خاصة وأن الأمم المتحدة القوات الموجودة لحفظ السلام في جنوب السودان يعني تواجه صعوبات كثيرة في عملية تحقيق الأمن أو تحقيق الاستقرار بين الأطراف المتنازعة. في هذه الحالة المساعدات الإنسانية يعني التي تحاول الأمم المتحدة جمعها ألا تشكل جزءا من الحل حين التوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة في جنوب السودان؟ واقع الأمر أن المساعدات التي يتم جمعها لا تفي بالحاجة، خاصة مع زيادة عدد النازحين واللاجئين والذين يتعرضوا أيضا للمجاعة. من هنا فإن هذا يخفف من المعاناة ولكنه لا يقضي على ما يعانيه النازحين واللاجئين ومن يتعرض للمجاعة من آلام ومن معاناة، وبالتالي يجب أن يتحرك المجتمع الدولي جنبا إلى جنب فيما يتعلق بمعالجة المأساة الإنسانية وأيضا فيما يتعلق بالتسوية السياسية. أشكرك جزيلا سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. أعلنت الأمم المتحدة أن الجنود الأربعة التابعين لقوات حفظ السلام والذين قتلوا جراء انفجار قنبلة على جانب الطريق وسط مالي بالأمس هم من بنجلاديش. من ناحية أخرى قتل 6 عسكريين وحارس في هجومين نسبا إلى متطرفين في وسط مالي، في حين اتهم الجيش المالي اتهم بقتل 7 مدنيين بعد توقيفهم في 21 فبراير الماضي.
أكدت الحكومة النيجيرية فقدان 110 من التلميذات بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام المتطرفة على مدرستهن في دابشي شمال شرقي نيجيريا، وذلك بعد أيام من هذه الواقعة وأيام من الصمت الرسمي وعدم الإعلان عن تفاصيل. وزارة الإعلام النيجيرية نقلت من جانبها عن الحكومة بيانا أكدت فيه أن 110 تلميذات من المدرسة العلمية والفنية الحكومية في مدينة دابشي لا يزلن مفقودات بعدما هاجم متمردون يعتقد أنهم من مسلحي بوكو حرام مدرستهن. وتثير عملية الخطف شكوكا حول إعلان نيجيريا مرارا هزيمة التنظيم المتطرف بعد نحو 9 سنوات من القتال المتواصل. يزور وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أنغولا لبحث تعزيز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات، وكذلك التشاور بشأن القضايا الإقليمية لا سيما الوضع في جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات في مجالات الزراعة والخدمات الجوية والسياحة، بالإضافة إلى اتفاقية تمويل دراسة المشروعات المستقبلية للوكالة الفرنسية للتنمية التي استأنفت أنشطتها في أنغولا في شهر يوليو الماضي. يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السنغال، واستقبله نظيره السنغالية ماكي سال في القصر الرئاسي بدكار. تأتي هذه الزيارة في إطار جولة أردوغان الإفريقية والتي شملت موريتانيا والجزائر، بينما سيختتم الجولة غدا بزيارة إلى دولة مالي. يضم الوفد التركي في الجولة الإفريقية عددا كبيرا من رجال الأعمال وبعض الوزراء لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية التي شملتها الجولة. سوريا ديكي مشاهدينا، هذا الأسبوع في إفريقيا نناقش الملف المتعلق بالدعم المادي غير المسبوق الذي قدم لدول الساحل مالي تشاد النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو من قبل المانحين الدوليين في مؤتمر دولي كبير عقد الأسبوع الماضي، وشاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى من وزارتي الخارجية والدفاع. هذا الدعم غير المسبوق ماديا إلى أي مدى يمكن أن يساهم في مواجهة جادة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في هذه المنطقة، منطقة الساحل والصحراء، وإلى أي مدى هذا الدعم المادي كفيل فقط بالمواجهة، وإلى أي مدى هناك ضمانة حقيقية بأن تصل هذه التعهدات إلى مجموعة دول الساحل نظرا لكبر وضخامة المبالغ التي تعهدت مختلف الدول الأوروبية بتقديمها إلى جانب دول عربية أخرى. وفي إطار الحوار سنذكر التفاصيل والأرقام. نناقش هذا الملف مع ضيفينا في الاستوديو، الدكتور ماهر شعبان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة. أهلا بك دكتور ماهر. معنا أيضا في الاستوديو الأستاذ محمد إبراهيم حسن الباحث والكاتب السياسي التشادي. أهلا بك سيد محمد إبراهيم حسن. أهلا وسهلا. ينضم إلينا أيضا في هذه المناقشة على الهواء مباشرة وعبر سكايب من بروكسل الأستاذ محمد رجائي بركات خبير العلاقات العربية الأوروبية. أهلا بك معنا سيد محمد رجائي. أهلا بكم. نبدأ النقاش وأتوجه بسؤال إلى الدكتور ماهر شعبان، إلى أي مدى ترى أنه هذا المؤتمر كان كفيلا بتقديم التعهدات السابقة، الدعم المادي التي تحتاج القوى الإفريقية الخاصة بدول الساحل والصحراء لمواجهة الإرهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح تمام أن الدعم المادي كله موجه إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء. نعم. إن لو اتكلمنا عن الدول اللي حضرتك ذكرتيها مالي، النيجر، تشاد، بوركينا،
نجد ان افريقيا الوسطى، نجد ان كل هذه الدول تقع في منطقة الجنوب من القارة الافريقية، وبالتالي فهو تعهد من دول الساحل بالاضافة الى الدول الاوروبية وبعض الدول العربية بدعم هذه الدول الحقيقة للوقوف امام تلك الاخطار التي تتعرض لها القارة الافريقية وبالذات هذه الدول. كلنا عارفين ان هناك في حقيقة الامر دعم للارهاب موجود في تشاد، موجود في مالي على سبيل المثال، ويمكن ايضا اتكلمنا من شوية في سياق التقرير على ما يحدث في نيجيريا. اذا كانت نيجيريا خارج الصحراء لكنها جزء من القارة الافريقية التي تتعرض ايضا لموجة عاتية من الارهاب. لكن انا ليا وجهة نظر تانية. نعم. ايضا الدول الاوروبية تتعهد بمساعدة الدول الافريقية، فهذا حق مشروع للافارقة، حق مشروع، لان الافارقة عانوا عبر سنين ليست بالقليل، عانوا من اكثر من أزمة تعرضت لها القارة الإفريقية، أزمة الرقيق على سبيل المثال. نعم. الأزمات التي استيلاء على الأرض وعلى الثروة وعلى الإنسان الإفريقي، كل هذه الأشياء حتى كنا طلبنا الحقيقة الدول الأوروبية أن تعوض الأفارقة عن تلك السنوات العجاف عن فترة الاستعمار الطويل. في مسألة الدعم المادي الغير مسبوق، وكلمة غير مسبوق دي ليها أكثر من معنى. نعم. على أساس أن ده حق للأفارقة على الدول الأوروبية التي استعمرت القارة الإفريقية ونهبت ثرواتها فترات طويلة، ولكن الآن هي تقدم هذا الدعم في شكل آخر. الشكل الذي ممكن أن نتوجه به لأنه جزء كبير من محاربة الإرهاب الذي بدأ يعيد بأعداد كبيرة من الدول الإفريقية، لا سيما إفريقيا جنوب الصحراء. تمام، هو حق لدول أفريقيا كما ذكرت، لكن بالتأكيد هناك مصلحة أوروبية في ذلك بعد معاناة عدد كبير من الدول الأوروبية من ملف الهجرة غير الشرعية. أستاذ محمد، يعني على واقع الخبرات السابقة، هل من ضمانة حقيقية لوصول هذه المبالغ وهذا الدعم المادي لقوة الساحل والصحراء؟ طبعا أكيد أنه الدعم المادي الغير مسبوق للقوات الجي 5 اللي هي متمثله في تشاد ونيجر ومالي وبوركينا فاسو. نعم. وموريتانيا. نعم. فالدعم المادي الغير مسبوق التي شاركت فيه دول عربيه من ضمنها على مستوى العالم، فمن المفروض ان يصل لهذه الدول لكي تباشر المهام التي وكلت بها. ففي خلال التجارب السابقه التي واجهت به فرنسا في محاربة الإرهاب في مالي وفي غيرها من الدول الأخرى، فأكدت لها أنها لا تحتاج شريك من دول أفارقة أن يساندوها في محاربة الإرهاب. فتأهدات من قبل ذلك أيضا، تأهدت الدول الكبرى في أنها تدعم القوات وستحاول أن تدعمها ماديا سياسيا على الصعيد الدولي. نعم. وهذه المرة اختلفت، فالدعم سيصل. في خلال المؤتمر في بروكسل، المفوض رئيس المفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي هو تحدث انه الدعم المادي تحتاجه الدول الافريقية، ولا بد من افراج الدعم المادي حتى تستطيع ان تباشر القوات الافريقية مهامها ومحاربة الارهاب في هذه المنطقة. نعم. طيب اسمحوا لي ان اتوجه ايضا بالتساؤل الى ضيفنا عبر سكايب من بروكسل، السيد محمد رجائي بركات، خبير العلاقات العربية الاوروبية. سيد محمد رجائي، أروقة المؤتمر هل بدت مختلفة؟ هل بدأ نوع من أنواع الجدية هذه المرة في تقديم المساعدة لقوة الساحل والصحراء، خاصة وأن هناك دول عربية أيضا مساهمة في هذا الدعم المادي مثل السعودية والإمارات؟ كان هناك نوع من الجدية في تقديم المساعدات. هي كانت وعود وما زالت وعود، ولكن يبدو أنه سيتم تنفيذ هذه الوعود. طبعا دول الاتحاد الأوروبي لديها مصلحة في تمويل هذه العملية، هذا الجيش الأفريقي. فرنسا فقدت 12 جندي، لأن هناك جنود فرنسيين في مالي، فقدت حتى الآن 12 جندي بسبب العمليات الإرهابية التي حصلت هناك. بالتالي الرئيس ماكرون يدعم هذه المبادرة بشكل جدي، والاتحاد الأوروبي وعد نحو 50 مليون يورو
أيضا هناك كان هناك قرارات لمجلس الأمن الدولي، وتوجد أيضا قوات الأمم المتحدة موجودة في المنطقة. قوات الأمم المتحدة ستقدم مساعدات لوجستية، ستقوم بتزويد القوات بالمحروقات والأغذية والمستشفيات لتمكين تلك القوات بالعمل. أيضا هناك قوات فرنسية ستعمل مع قوات الجي 5، وهناك قيادة مشتركة أيضا تم تشكيلها في مان. أعتقد أن الموضوع الآن دول الاتحاد الأوروبي تأخذ بأهمية خوفا من أن يمتد الإرهاب ويصل إلى مناطق توجد لدول الاتحاد الأوروبي فيها مصالح، وأيضا خوفا من أن ينتقل هذا الإرهاب عبر الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي. هذا التخوف موجود لدى بعض المسؤولين الأوروبيين. نعم صحيح. طيب أرجو أن تبقى معي سيد محمد رجائي بركات عبر سكايب، واسمحوا لنا يعني مع مشاهدينا نتابع أهم ما جرى في أروقة هذا المؤتمر للمنحين الدوليين لدول الساحل والذي عقد في بروكسل الأسبوع الماضي. بوفد رفيع المستوى من وزارتي الخارجية والدفاع، شاركت مصر في المؤتمر الدولي للمانحين الدوليين للساحل الإفريقي في بروكسل، وذلك برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية. الاجتماع حضره رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، وكل من مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو، ووزراء خارجية نحو 10 دول بينها السنغال والسعودية وتونس والمغرب والنرويج. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية بأن مصر أكدت خلال المؤتمر على دعمها الكامل لدول الساحل الإفريقي لتمكينها من مجابهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث تدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، كما تساهم بفاعلية في جهود بناء جيش ليبي موحد. وتقوم مصر أيضا ببناء القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل من خلال الدورات التدريبية التي توفرها وزارة الدفاع، حيث أعلنت القاهرة استعدادها لزيادة مساهماتها ببعثة الأمم المتحدة في مالي، إضافة لمحاربة الفكر المتطرف ونشر قيم الإسلام المعتدل عبر برامج وأنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات. في الوقت نفسه تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل بخمسين مليون يورو إضافية لقوة مجموعة دول الساحل الخمس، ليصل الدعم المالي الذي تعهد به المانحون الدوليون إلى نحو 410 ملايين يورو. والسعودية هي أكبر ممول لقوة الساحل بعد تعهدها بمبلغ 100 مليون يورو، بينما قدمت دولة الإمارات 30 مليون يورو والولايات المتحدة 60 مليون يورو. إذا مشاهدينا 410 ملايين يورو إجمالي المساعدات المقدمة إلى قوة الساحل في مواجهتها للإرهاب. هذا الدعم يشمل دول أوروبية إلى جانب دول عربية، السعودية والإمارات تساهمان أيضا في هذا الدعم المادي. نقاشنا متواصل، أعود مرة أخرى إلى ضيوفي في الاستوديو دكتور ماهر شعبان. الطبيعة الجغرافية يعني فيما بين دول جنوب الصحراء ربما تسمح بوجود ملفين أخطر من بعضهما البعض، الإرهاب وأيضا الجريمة العابرة للحدود في هذه المنطقة. أيضا هي تعاني من خطر تهريب المخدرات نظرا لطبيعتها الجغرافية الصعبة. هذه الطبيعة الجغرافية الصعبة هل تحتاج فقط وجود قوات مدعمة ماديا أم تحتاج إلى يعني مزيد من التنسيق فيما يتعلق بحدود هذه الدول وبعضها البعض؟ أولا تحتاج للاثنين معي، التنسيق ومزيد من القوات، دي نقطة. بس أنا عايز أقول لحضرتك على ملحوظة، مالي، النيجر، تشاد، بوركينا، أفريقيا الوسطى، الدول دي كلها هي دول جنوب الصحراء، دول داخلية لا سواحل لها على الإطلاق، وبالتالي فعملية تنقل خطر الإرهاب، عملية
نقل المخدرات، عملية نقل الأسلحة، عملية انتشار الإرهاب في منتهى السهولة بين هذه الدول، لا سيما أن الحدود تكاد تكون مفتوحة إلى حد كبير، وهذه تقسيمات الاستعمار الذي جعل من تشاد وبوركينا وأفريقيا الوسطى والنيجر ومالي كلها دول داخلية لا سواحل لها على الإطلاق. وبالتالي احنا بنلاحظ أن معظم الهجرة غير الشرعية لما تنطلق من هذه الدول في حقيقة الأمر انطلاقة إلى العالم الأوروبي. أنا الحقيقة لفت نظري في الحديث بتاع حضرتك ومتابعة للتقرير. للتقرير الموقف الفرنسي، هو ده السؤال بيطرح نفسه. فرنسا فشلت وحدها في مواجهة الإرهاب في القارة الإفريقية والتي استولت على أكبر مساحة من القارة الإفريقية، يعني لو عديت الدول الإفريقية التي كانت في حوزة الاستعمار الفرنسي ستجد أن فرنسا استولت على أكبر مساحة من الدول الإفريقية، وبالتالي أثبت التاريخ أنها لا تستطيع وحدها أن تواجه هذا الكم الكبير من الإرهاب في العديد من الدول الإفريقية. كان الأمر بالتالي يتطلب أن يشترك مع الاتحاد الأوروبي، وكان أيضا ذكاء أن تكون المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وتونس وغيرها من الدول العربية مشاركين، حتى قد يكون التقرير قد أهمل جزءا كبيرا من الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى خوفا التي امتد الإرهاب إلى أراضيها. نعم. أيضا يساهم بحوالي 60 مليون يورو، فهذا إن دل على شيء إنما سيدل على أن الدول الأوروبية لا تقدم المساعدات ولا تقدم كل هذه الحقيقة المبالغ من أجل الأفارقة، ولكنها خوفا على مصلحة الأوروبية في داخل القارة الأوروبية نفسها، لا سيما وإن جذور الإرهاب قد امتدت لهذه المنطقة. إذن الموضوع محتاج إلى حد كبير إلى تنسيق ما بين الأفارقة، تنسيق ما بين الأفارقة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، إعداد قوات منظمة مسلحة تستطيع أن تدحر الإرهاب في أي مكان. بالتالي في الموضوع أكثر مما يتعرض له عن مسألة تقديم الدعم. نعم. المادي فقط وحده لا يستطيع أن يوقف موجة الإرهاب، ولكن بالتنسيق ما بين المجتمع الأوروبي وبين الدول الأوروبية وبين الدول الإفريقية جنوب الصحراء. نعم. نستطيع أن ندحر الإرهاب ونوقف الهجرة غير الشرعية التي تزهق هباء بأبناء القارة الإفريقية. تمام. طيب أتحول سيد محمد رجائي بركات من بروكسل، يعني ملف أيضا شديد الخطورة متداخل مع ما نتحدث عنه، جولة إفريقية يقوم بها رئيس التركي رجب طيب أردوغان، وواضح أن هناك رغبة تركية في شراكة اقتصادية مع عدد من الدول الإفريقية، في حين أن تركيا من جانب آخر تحرص الآن على وجود قواعد عسكرية لها في هذه الدول الإفريقية. هل ترى في ذلك خطر يهدد الهبة التي تقوم بها الآن أوروبا في معاونة دول الساحل في دحر الإرهاب، بما أننا نتحدث عن ظاهرة متفشية في كافة الدول الإفريقية؟ لا أعتقد أن ذلك سيشكل خطر على مجموعة الدول الخمس أو هذا الجيش الذي تم إنشاؤه، ولكن أود الإشارة أيضا بالإضافة إلى ما قلت سابقا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في البداية مترددة من الموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي بإقامة هذه القوات، لأن كان هناك موافقة من مجلس الأمن الدولي، ولكنها في النهاية وافقت، والمبالغ التي قدمتها ووعدت بتقديمها لم تقدم مباشرة لمجموعة هذا الجيش أو لهذه الدول، وإنما ستقدم بشكل انفرادي بين الولايات المتحدة وكل دولة على حدة. نعم. فبالتالي هنا يجب ملاحظة هذا الموضوع. صحيح. النقطة الثانية وهي أن هناك مصلحة لفرنسا، مصالح اقتصادية، لا يجب أن ننسى أن هناك يورانيوم وكثير من الشركات الفرنسية تعمل في استخلاص المواد الطبيعية الموجودة في المواد الأولية الموجودة داخل في منطقة السهل، فبالتالي أيضا هناك مصلحة. تركيا الآن تريد الدخول ربما من ناحية اقتصادية، هي عرضت تقديم مبلغ 8 مليون يورو لهذا الغرض، ولكن لا أعتقد أن هذا المبلغ يعني كبير بالنسبة للمبالغ الأخرى المقدمة، لهذا لن يكون لها تأثير كبير. الآن في حال قيام الحكومة التركية الرئيس أردوغان بعمل اتفاقيات ثنائية مع دول السهل، طبعا هذا سيكون ممكن، ولكن أعتقد تأثير دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا على تلك الدول
لن يعطي فرصة كبيرة لتركيا في الدخول إلى هذه المنطقة. صحيح أن تركيا لديها علاقات مع دول مجاورة لتلك الدول، مع السودان على سبيل المثال، هناك كان تحدث عن إقامة قاعدة عسكرية تركية على شواطئ البحر الأحمر في السودان، وهناك مشاريع اقتصادية مشتركة بين السودان وتركيا، ولكن لا أعتقد أنه سيكون لتركيا دور وتأثير كبير في تلك المنطقة، وخاصة نظرا لحجم والاحتياجات المالية الكبيرة والتي تم توفيرها مباشرة. وأعتقد أن التخوف من دخول ومشاركة دول أخرى في المنطقة حمل الكثير من الدول إلى الإسراع في تقديم تلك المساعدات التي لم تكن متوقعة، يعني لم يكن أحد يتوقع أن يتم تقديم تلك الأموال بهذه السرعة التي لاحظناها خلال القمة التي عقدت في بروكسل. صحيح، يعني كان هذا لافتا. سأعود إليك سيد محمد والحديث عن الموقف الأمريكي بشيء من التفصيل مع ملاحظتك يعني على تقديم الولايات المتحدة وحدها المساعدة الثنائية لكل دولة على حدة. لكن اسمح لي أعود إلى ضيفي في الاستوديو السيد محمد إبراهيم حسن، الباحث السياسي التشادي. في رأيك يعني في هذا الموقف، هل ذلك يزيد من قدرة الجيوش الوطنية الإفريقية التي يعني أثبتت التجربة أنها بأمس الحاجة لكي تزيد من قدراتها اللوجستية والفنية وعدم الاعتماد على الخارج حتى مع يعني إقرارنا بهذا الدعم المادي المهم؟ هل حدثت طفرة في قدرات هذه الجيوش في رأيك على وقع هذه التجربة في مواجهة الإرهاب؟ نعم، صحيح أنه القوات الإفريقية في خلال المواجهات اللي قادتها في إفريقيا وفي الدول التي تعاني من الإرهاب وهي التي تمثل في المجموعة، فاكتسبت خبرات كثيرة وحاولت أن تواجه الإرهاب وتقلل من خطورته. لولا ذلك لانهارت معظم الدول الإفريقية، أن الدول الإفريقية كما قال سعادة الدكتور حدودها دائما مفتوحة وفي تداخل بين الشعوب جدا، فمن السهل جدا أن ينتقل الإرهاب في هذه المنطقة، وخاصة أنه بعض الدول التي عندها حدود كتشاد مثلا حدودها مع ليبيا، ليبيا منذ انهيارها، ليبيا دولة كبيرة تحت عندها سلاح كثير بالإضافة إلى السلاح التي دخل في خلال الانفلات الأمني فانتشر في هذه المنطقة. فلولا أن القوات الإفريقية حاولت أن تواجه هذا الإرهاب لما استطاعت أن تحافظ على أمنها. بالإضافة إلى ذلك أن الإرهاب هو قضية دولية ولن تحدد الدول الإفريقية لوحدها، بل حددت معظم بلدان العالم وعلى رأسهم الدول الكبرى كأمريكا وفرنسا وغيرها. ففرنسا عندما تأتي إلى إفريقيا وتحاول أن تدعم القوات الإفريقية ماديا لوجستيكيا إلى ما غير ذلك، فرنسا دولة لها ثقلها على المجتمع الدولي، بالإضافة لها علاقات وتيدة جدا مع الدول الإفريقية التي هي الآن تحاول أن تدعمها، عندها مشاريع اقتصادية، عندها اتفاقات تعاون عسكري مع هذه الدول، فلابد لها أن تقف مع هذه الدول في هذه المرحلة بالذات. ففرنسا سعت من خلال الاتحاد الأوروبي، نعم، ومن خلال المؤتمر الذي عقد أن تحصل الدول الإفريقية على تمويل كبير جدا، وهذا التمويل ما كانت تنتظره القوات الإفريقية، أنه في معظم الدول التي شاركت في محاربة الإرهاب هي بحاجة إلى التمويل فقط أم بحاجة إلى الخبرة العسكرية في مواجهة هذه الجماعات العصابية المسلحة؟ نعم، قد تكون في حاجة إلى الخبرة العسكرية أيضا بما فيها المعلومات اللوجستيكية. نعم، وبعض الدول عندها طريقتها كالمعلومات الاستخباراتية وغيرها التي قد تساعدها في الضربات المسبقة للتنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة. نعم، متواصلون معكم مشاهدينا في هذه الحلقة من إفريقيا ومناقشتنا لهذا الملف، المؤتمر الدولي للمانحين الدوليين لدول الساحل الذي عقد في بروكسل وشهد دعما ماديا غير مسبوق، لكن مناقشتنا تتواصل بعد هذا.
ما زلنا معكم مشاهدينا في نقاشنا في إفريقيا هذا الأسبوع حول مواجهة الإرهاب في دول جنوب الصحراء على ضوء المؤتمر الدولي للمناحين الدوليين في بروكسل الذي عقد الأسبوع الماضي. دكتور ماهر شعبان، يعني نقطة من النقاط التي أثرناها الوجود التركي في إفريقيا أردت التعقيب عليها، هذا الوجود يعني نعيد أنه عسكري في ظل وجود عدد من القواعد العسكرية وفي ظل الجولة التركية في إفريقيا أيضا حاليا هي رغبة في الوجود الاقتصادي أيضا. هناك نقطتين أساسيتين يجب طبعا على صناع القرار السياسي في أنقرة أن يعوا تماما هذه النقطة، ألا وهي أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. يعني مسألة الهيمنة العثمانية والتركية التي كانت موجودة حتى بداية القرن العشرين هذا لن يعود بأي حال من الأحوال. ثانيا محاولات رجب طيب أردوغان أن هو يقيم ما يعرف باسم العلاقات الاقتصادية والعسكرية زي ما نجح في نجد له قاعدة في السودان في منطقة كسلة ما هي إلا إزهاق أرواح على سبيل المثال، لأن تركيا في حد ذاتها كدولة لا تستطيع أن تواجه الوجود الفرنسي في القارة الإفريقية ولا الدعم الأمريكي للقارة الإفريقية، وبالتالي ستواجه بمهاجمة شرسة وعنيفة من جانب فرنسا ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أن تركيا أيضا أحيانا بتمر بأزمات وتطلب المنح من الدول الأوروبية من فرنسا من إنجلترا من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيره. سياسة رجب طيب أردوغان الإفريقية الحقيقة تحتاج إلى مزيد من الدراسة، وكون بيختار دول معينة لإقامة علاقات اقتصادية وبناء قواعد عسكرية وإحياء للوجود التركي في منطقة الساحل الإفريقي الشمالي والغربي، أعتقد أنها ستواجه بهجوم شرس من جانب فرنسا التي لم ولن تسمح لتركيا أن يكون لها مكان في قلب القارة الإفريقية. صحيح نجحت في التسلل إلى السودان لأن أولي الأمر في السودان سمحوا لها بذلك، لكن أعتقد أن في العديد من الدول الإفريقية القرار ليس قرارا الحقيقة خاص به الأفارقة، ولكنه قرار خاص بالوجود العسكري الفرنسي الموجود في داخل القارة الإفريقية. فرنسا بتحتفظ بأكبر قواعد عسكرية موجودة في داخل القارة الإفريقية، وبالتالي من أين سيأتي الأتراك ومن أين سيكون لهم مكان تحت الشمس في القارة الإفريقية؟ ما هي محاولات يقوم بها رجل لكن طيب هل ما زالت تركيا تعبأ بالغضب الأوروبي بعد دعمها للإرهاب وتورطها حتى في الملف السوري؟ هو رجب طيب أردوغان بيحاول أن يزين الوجه التركي على أساس أنه ملوش دعوة بالإرهاب، ولكن حقيقة أن تركيا من الدول الداعمة للإرهاب. المؤتمر للعقد الأخير وتقديم الدعم للدول الإفريقية هي رسالة موجهة إلى أنقرة، هذه الرسالة مع مغزاها أن فعلا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي لم يسمحوا بمزيد من التوغل ومزيد من الإرهاب في داخل الدول الإفريقية. طيب اسمح لي أن أنتقل بهذه النقطة إلى السيد محمد رجائي بركات من بروكسل. قبل أن نتحدث سيد محمد عن الموقف الأمريكي بشيء من التفصيل، تعقيبك على هذه النقطة، الموقف الأوروبي تجاه الوجود العسكري والاقتصادي لتركيا داخل إفريقيا، هل يواجه بحالة من الغضب أو حالة من المواجهة بين أوروبا وتركيا؟ يجب أن لا ننسى بعض الأمور. أولا أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وهي تشارك مع فرنسا ودول أخرى، وهي ثاني قوة عسكرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي. هذه نقطة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، يعني هناك مصالح مشتركة بين حلف شمال الأطلسي بين دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وتركيا، على الرغم من الخلافات الظاهرة والتي تطفو على السطح من وقت لآخر. الأمر الثاني وهو أن تركيا وقعت على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأزمة الهجرة واللاجئين، ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 6 مليارات يورو لتركيا من أجل وقف تدفق اللاجئين عبر تركيا إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي، وهذا الاتفاق نجح نوعا ما لحد كبير حتى في وقف الهجرة عبر الأراضي التركية. هناك حاجة لدول الاتحاد الأوروبي، حاجة إلى تركيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي، هذا الأمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار أيضا. فالشيء أنه لا نفس الأمر ينطبق على دولة مثل فرنسا بوجود أكبر قواعد عسكرية ومصالح كبيرة لها في أفريقيا.
طبعا طبعا، ولكن يعني ضمن اطار حلف شمال الاطلسي هناك ايضا نوع من التنسيق، ولكن يبقى داخلي ضمن اطار الحلف. كما ذكرت تركيا ثاني قوة عسكرية في الحلف، وهناك مصالح مشتركة إلى آخره، فيجب أن نأخذها بعين الاعتبار. فيما يتعلق في تم التطرق إليها، يعني دول الاتحاد، عفوا الجيش الفرنسي سيقوم بتدريب 5000 جندي من القوات الدول الخمس من الآن وحتى شهر مايو القادم. يعني سيكون هناك تقديم مساعدات تدريب ومساعدات عسكرية والأمم المتحدة أيضا. يعني لا يمكن أعتقد لدول الاتحاد الأوروبي أن تمنع تركيا من إبرام اتفاقيات اقتصادية على الرغم من تواجد تلك القوات فيها. تركيا أيضا تخشى من الإرهاب، طبعا الإرهاب الذي تعاني منه تركيا يختلف عن الإرهاب الذي تعاني منه الدول الأخرى وخاصة في أفريقيا. يعني هناك تفاوت في التهديدات، فبالتالي أعتقد في النهاية ستتمكن القوات الدول الخمس من العمل، خاصة إذا استمر الدعم خلال السنوات القادمة لتلك القوات. وهناك أسلوب تتبعه، وهذا ما يخيف الأوروبيين، أن أسلوب الإرهابيين في منطقة السهل هو كما نقول بالعامية أضرب أهرب، فهم يقوموا بضرب القيام بعمليات ويختبوا في الصحراء. منطقة السهل مساحتها كبيرة جدا، فبالتالي لا يمكن السيطرة عليها بشكل تام. صحيح، هو أمر شديد الصعوبة خاصة مع استخدام الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات في التمويل، وهذا ما يزيد الأمر صعوبة. إذا ما عدت معك إلى الموقف الأمريكي الذي توقفت عنده من قبل، يعني ووصفت أن الولايات المتحدة التي كانت مترددة من قبل هي الآن تقدم المساعدة وتشارك في هذا التمويل، لكن لماذا الولايات المتحدة تحديدا اختارت أن تكون مساعدتها ثنائية، أي مع كل دولة على حدة؟ لأن الولايات المتحدة تخشى من تغلغل، وتخشى من زيادة سيطرة نوعا ما اقتصادية فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على تلك المنطقة، فبالتالي كانت مترددة أمام مجلس الأمن الدولي، ولكن في النهاية وافقت ولم تستخدم حق الفيتو قبل عدة أشهر عندما تم التصويت على قرار بإرسال القوات المتحدة هناك. هناك موجودة قوات الأمم المتحدة. فأيضا يعني نتحدث عن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الاتحاد الأوروبي في أفريقيا، ولا يجب أن ننسى التغلغل الصيني وتخوف بعض الدول أيضا من التأثير الصيني داخل الدول الأفريقية. في السودان هناك تعاون اقتصادي ومشاريع كبيرة تقوم الصين القيام بها في السودان وفي دول أخرى. فيعني هناك نزاع على تلك المنطقة، و لكن الصين يعني تتعاون اقتصاديا، ويعني هي متواجدة داخل إفريقيا اقتصاديا وليس عسكريا. وليس عسكريا فعلا، ولكن الموضوع هو اقتصادي عسكري أيضا. نعم. يعني فرنسا تدافع عن مصالحها الاقتصادية، وأرسلت عندما كان الرئيس فرانسوا هولاند رئيسا للجمهورية الفرنسية أرسل قوات إلى المنطقة من أجل مقاومة الإرهاب، حيث كانت هناك عمليات إرهابية في مالي، وهو أرسل قوات. ولكن بعض المراقبين في أوروبا ذكروا آنذاك أنه أيضا من أجل حماية مصالح بعض الشركات الفرنسية العاملة في البحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية وخاصة اليورانيوم في تلك المنطقة. هناك تضارب في المصالح، وليس فقط قضية إرهاب، أيضا قضايا سياسية واقتصادية على الأخص. نعم. طيب اسمح لي سيد محمد أن أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد إبراهيم حسن، الباحث السياسي التشادي. الحصول على التمويل يعني هناك ضمان له الآن، في رأيك يعني هل متوقع أن يتم السيطرة على الإرهاب في هذه المنطقة على المدى الزمني القريب، أم أنه ينظر إلى هذا الملف ملف الإرهاب
والجريمة المنظمة العابرة للحدود على أنه من الملفات الشديدة التعقيد حتى مع التدخل العربي الأوروبي ووجود التمويل اللازم. نعم، التمويل الذي كان ينتظره القوات الإفريقية حتى تنطلق منه، لكن مع وجود التمويل من المؤكد أن التمويل المادي لوحده لا يستطيع أن يحارب به، لا تستطيع الدول الإفريقية أن تحل مشكلة الإرهاب به. الآليات الأخرى الآليات الأخرى كما الاتحاد الإفريقي الآن هو يحزو مسار آخر، هو التنمية المستدامة في الدول الإفريقية، بسط مشاريع في الأرض الواقع من ضمنها طرق بين الدول الإفريقية، إتاحة فرص للشباب في صناعة القرار وفي المشاركة في النظام السياسي في البلد. مثل هذه الأمور التي تقودها مثلا الدول الإفريقية، هذه من ضمن جزء من الحلول، بالإضافة إلى أن الدول الإفريقية تعاني من نقل أو انتشار الأسلحة في هذه المنطقة، وخصوصا بالوضع الراهن الليبي. لذلك على الدول الأخرى أو الدول الكبرى أن تنظر للوضع الليبي حتى يساعد أو يساهم في حل مشكلة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، لأن مشكلة ليبيا ما زالت ليبيا ليس عندها فيها جيش موحد، ولن يكون يعني لم تسمح لها مجلس الأمن بتسليح الجيش الليبي حتى يواجه الإرهاب في هذه المنطقة. فإذا لابد أن تكون هناك حركة كاملة من الدول الجوار الليبي. نعم صحيح، مصر تحدثت في هذا المؤتمر عن الملف الليبي وعن قيام وزارة الدفاع بتقديم دورات تدريبية وأيضا استعدادها لمواجهة الفكر المتطرف والأفكار المتطرفة عن طريق مركز القاهرة لتسوية النزاعات. يعني هذه مبادرة جاءت من مصر في حضورها لهذا المؤتمر الدولي. نعم بالتأكيد، وذلك الذي كان المفروض الآن أن ينتقل إلى الدول الإفريقية. نعم، بالإضافة إلى المشاريع التي تسهل لهذه الدول توعية المجتمع الإفريقي بخطورة الإرهاب. نعم. وبخطورة الإرهاب التي يحل على الدول الإفريقية. تمام، وضحت الصورة. أنا بشكرك شكرا جزيلا لمداهمتنا يعني الوقت. أشكرك أستاذ محمد إبراهيم حسن الباحث والمحلل السياسي التشادي. أشكر أيضا دكتور ماهر شعبان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة. وأشكر أيضا ضيفي عبر سكايب من بروكسل على الهواء مباشرة السيد محمد رجائي بركات خبير العلاقات العربية الأوروبية. أشكرك شكرا جزيلا. أشكركم مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من إفريقيا، والأسبوع القادم حلقة جديدة وقضايا إفريقية أخرى متابعة.